أرون ديفيد ميلر كبير باحثين في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي. التحدي الذي يواجهه بايدن مع نتنياهو هو أنه لا يستطيع التعايش معه أو العيش بدونه. بايدن يريد أن يقوم نتنياهو بإبرام صفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس، والتي تعتبر أساسية لتحقيق الهدوء وتقديم المساعدات إلى غزة وتخفيف الضغط في الداخل الأمريكي. والخطة الكبرى لإدارة بايدن هي التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي سعودي. ديفيد فريدمان سفير أمريكي سابق لدى إسرائيل: قرار بايدن التنفيذي في الأول من فبراير هو قرار مشين، وبحسب مقتضياته يمكن تطبيقه على أي إسرائيلي يعارض حل الدولتين، وهو موقف 80% من سكان إسرائيل اليوم. هذا يعني أن أي شخص تشعر وزارة الخارجية الأمريكية أنه معاد لإقامة دولة فلسطينية إرهابية يمكن أن يستيقظ صباحاً ويجد أن أصوله قد تم تجميدها في المصرف المحلي. لا يعتبر هذا القرار تدخلاً غير قانوني في السياسة الداخلية لدولة أخرى فحسب، بل عقاباً غير قانوني للإسرائيليين على ممارستهم حرية التعبير. يرفض بايدن فرض عقوبات على إيران، لكنه أعطى نفسه سلطة فرض عقوبات على الإسرائيليين الذين يحبون أمريكا ويدعمونها لمجرد أنهم يرفضون الانتحار. وهذه خيانة ملحوظة لإسرائيل، وسأشعر بالصدمة إذا لم تلغي إدارة ترامب قرار بايدن منذ يومها الأول. أكبر شاهد أحمد كبير مراسلين في صحيفة هافينغتون بوست: من ركائز الاتفاق الذي يطرحه بايدن بين السعودية وإسرائيل والذي يتم الترويج له كحل لأزمة غزة هو الاعتقاد بأن السيناتور لينسي جراهام سيضمن دعم الجمهوريين في الكونغرس للالتزامات الكبيرة والجديدة التي ستقدمها واشنطن للسعودية. على من يضعون آمالهم على هذا الأمر أن يراجعوا سجل جراهام المتقلب بشأن السياسة الخارجية. جيت هير كاتب في مجلة ذا نيشن: إن تغيير نظرة السعوديين لإسرائيل بسبب الحرب في غزة هو سبب رئيسي لكون سياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط أو لنقل اتفاقات إبراهيم الميتة الحية غير منطقية، ليس فقط في السعودية أو في الشرق الأوسط ولكن في أرجاء واسعة من العالم. هناك غضب شعبي على ما تقوم به إسرائيل والولايات المتحدة. هذه السياسة ستخلف تركة طويلة الأمد.